والذي سيكون اقتصاديا ويتعلق أساسا بالمنظومة البنكية. أين سنعرج على 3 ملفات هي الصعوبة التي يواجهها المغتربون في تحويل أموالهم نحو الجزائر، توجه الجزائريين لطلب بطاقات ائتمان إلكترونية من دول أجنبية، إضافة للحديث عن تصنيف الجزائر كأقل دولة ديناميكية من حيث حجم المبادلات التجارية إفريقيا. كل هذه النقاط سنناقشها مع الخبير الاقتصادي فارس بسدور. أهلا بك سيدي الكريم. مرحبا بك أختي الكريمة. أهلا بك. إذا كما استمعت أن هناك العديد من الملفات التي سيتم مناقشتها، وننطلق مباشرة، يعني نستهل هذا الملف بالصعوبة التي تواجهها الجالية الجزائرية في تحويل أموالها من بلد أجنبي نحو الجزائر بسبب هشاشة النظام المصرفي والمالي للبنوك الوطنية، ما جعل الجزائر تحتل أدنى المراتب مغاربيا في مجال التحويلات المالية. متابعة في الموضوع مع منى مالك. لكي يرسل مغتربا جزائريا مقيما بأحدى العواصم الغربية حوالة مالية بالعملة الصعبة، فعل عائلته الانتظار قرابة الشهر، وعكس دول الجوار التي تستثمر في تعداد جاليتها بالخارج، يصطدم الرعايا الجزائريون بعراقيل بيروقراطية، وهو ما جعلهم يعزفون عن البنوك ويفضلون السوق السوداء لضرب عصفورين بحجر واحد. إذا هذا كان شيء يعرقل وما يخليش الناس يعني تكون لها ثقة وتستعمل هذه الوسائل، وإحنا مدى بنا يعني بكل الجزائريين الموجودين في الخارج يستعملوا هذه الوسائل الرسمية، ولكن مادام تكون هذه التعرقلات وتكون البيروقراطية وتكون عدم وجود يعني سياسة استراتيجية تحط يعني لي غوند لين، يعني واش هي الاستراتيجية تاع الجزائر الجالية الجزائرية، نبقوا يعني احنا الاخر في الاخر الاخرين في يعني في الجاليات الاخرى اللي موجودين في الخارج. تراجع قيمة تحويلات المهاجرين الجزائريين من الخارج والتي لم تتجاوز 2.1 مليار دولار سنة 2014 حسب أرقام البنك العالمي، أرجعها الخبراء إلى الآليات البالية المنتهجة من قبل البنك رغم انضمام الجزائر تحت لواء المنظومة المعلوماتية الدولية سويفت، غير أنها لم تستطع استقطاب الرعايا الجزائريين مقارنة بالمغرب وتونس. الجزائر تمتلك قلت جالية كبيرة جدا، أكثر من 4 مليون مغترب جزائري الذي يمكنه أن يحول على الأقل قلت 12 مليار دولار، وهذا خاصة بظل تراجع أسعار النفط الذي يؤدي أن الحكومة أن تعمل على وضع وسن قوانين تشريعية، منها خاصة أن نقوم باستقطاب هذه الجالية عن طريق مثلا بيع سكنات أو عن طريق وضعها في مشاريع شراكة. نتكلم عن الجالية التي تمتلك مؤهلات علمية، هذه الجالية التي يمكن لها أن تحول ليس فقط أجرة التي تتقاضاها شهريا، وإن إنما هي جالية مستثمرة في الدول الغربية وتمتلك أموال كبيرة جدا، وبالتالي وجوبا على الحكومة أن تعمل على ربما تكسير هذه البيروقراطية والعمل على تفكيكها وتحليلها والعمل على سن قوانين تعمل على استقطاب العملة الصعبة، وخاصة في هذه المرحلة الحساسة التي تعانيها الحكومة الآن من هذه في ظل هذه التحديات. الجزائر التي تحصي قرابة 5 ملايين مهاجرا في القارات الخمس عجزت في إيجاد آليات عملية تسمح بزيادة قيمة تحويلات مغتربيها من العملة الصعبة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يحضر معي كما أشرت منذ قليل السيد فارس مسدور وهو خبير اقتصادي. إذا سيدي كما تابعت معنا الأسباب المختلفة حول سبب تأخر أو أن الجزائر في ترتيبها في تحويلات المغتربين هي الأقل مغربيا، هل فعلا السبب هو البيروقراطية وضعف المنظومة البنكية الجزائرية، هل هذا هو السبب الحقيقي وراء هذا؟ والله شوفي الواقع أن الحديث عن التحويلات التي تأتي من جاليتنا الكبيرة الموجودة في كل أنحاء العالم، في الولايات المتحدة الأمريكية، في القارة الآسيوية، في القارة الأوروبية، في أستراليا، حتى في أستراليا لدينا يعني جالية معتبرة تعيش هناك، وهي جالية فعالة حيثما وجدت. لكن عندما يأتي الأمر إلى التحويل تجدين بأن الناس يعانون معاناة رهيبة. أبسط شيء أنهم عندما يستخدمون أدوات التحويل الدولية بمجرد أن يصل المبلغ إلى وسترن يونيون في الجزائر مثلا يتم يعني تحويله إلى الدينار، وتحويله إلى الدينار بأي قيمة؟ بالقيمة الرسمية. وأنت ترين بأن في السوق الموازي مثلا يعطوهم 160 عن كل مثلا أورو يحوله، فإذا يعني الجهات الرسمية تعطيه مثلا 98 عن كل أورو يحوله، فهذا الإنسان يجري مقابلة ما بين أنني نبعث
مثلا 100 أورو إلى والدي فيستقبلون 900 ألف، وما بين أن يستقبلون 1,600,000. وبالتالي فالناس تجري هذه الحسابات. يعني ما قمنا به منذ يعني محاولتنا لتطوير المنظومة المصرفية الجزائرية لم يكن في صالح جاريتنا الموجودة في كل أنحاء العالم. كان يفترض أن تكون لدينا فروع كبيرة لبنوكنا على الأقل في الدول التي يوجد فيها جارية جزائرية معتبرة، وأقصد بالذات في أوروبا. لما لا يكون للبنك الخارجي الجزائري فروعا معتبرة داخل فرنسا؟ لما لا يكون لها فروعا معتبرة داخل بلجيكا، داخل ألمانيا، وهي أموال طائلة؟ السبب ربما الذي يجعل البنك الجزائري يرفض حتى اليوم عدم خلق فروع له في دول أخرى؟ والله شوفي، هو مقترح قدمه الكثير، نعم، لكن نعم، حتى اليوم لا يوجد أي مبادرة من أجل ذلك. وهذا واقع، المقترح موجود. يعني مؤخرا كنا سمعنا بأن الجزائر تريد أن تنشئ بنكا لها لجاريتها، ولكن هذا الأمر يعني لا يستدعي أننا نبقى ونتماطل طول هذه المدة. الناس تستفيد من أموالنا، الناس تدخل أموالها عن طريق الحقيبة، وإذا به مثلا في فترة الصيف خاصة في فترة العطل ترين بأن الجارية الجزائرية تدخل بكم كبير جدا، وكل واحد منهم يدخل مبلغا معتبرا. أين يباع هذا المبلغ؟ وأين يعني يتم التصرف فيه؟ وزيرهم أنه في السوق كان هناك الموازية محاولات أنه التخلص يعني من السوق الموازية لسلبياتها ربما التي رأت الوزارة المعنية أنها تؤثر على. والله شوفي، من هذا المنبر كنا قد تحدثنا وأعطينا بعض النصائح، وقناة النهار مشكورة أنها تناولت هذا الموضوع بكل صراحة. قلنا بأن سوق السكوار لم يتم القضاء عليه إلا بطريقة ذكية. إما أن نرسم هؤلاء الباعة فنعطيهم اعتمادات ونترك لهم المجال حرا ليبيعوا ويتاجروا في تلك العملات ونراقبهم ويكونوا تحت أعيننا، وإما أن نمارس معهم تلك القوة والسلطة التي تجعلهم يختفون في فترة ثم يبرزون بعد فترة قصيرة بطريقة سرية، نعم، بطريقة أو أخرى. أنا أفضل أن يعمل تحت عيني عوض أن يعمل تحت الخفاء. وبالتالي الذي يأتي من الخارج بمجرد أن يصل إلى الميناء يسأل أين يتم مبادلة العملات، يقولوش في البنك، يقولوا اذهب إلى السكوار. وهذا الأمر خطير جدا. يعني لو أننا أردنا أن نستقطب تلك العملات على الأقل نعطي الإمكانية لهؤلاء الناس أن يحولوا من الخارج عملتهم ويستقبلونها هنا كما حولوها. يعني الوالدين كي يستقبلوا مثلا الأموال تاع أولادهم اللي عايشين في الخارج يستقبلونها بالدولار بالأورو كما يشاء، اتركه يفعل ما يشاء بعملته، المهم أن هذه العملة دخلت إلى الجزائر وأنه يتم تدويرها داخل الجزائر وليس خارج الجزائر. الأمر الثاني، العملة هذه التي يتم تحويلها لا بد أن نقول بأنها عملة خطيرة. نعم تدمر الدينار الجزائري حسب مع انهيار هذه، مع الانهيار ومع الأزمة التي لديها إرهاسات خطيرة والتي نحن مقبلون عليها، ونسأل الله عز وجل أن ينجينا منها. الأمر الثاني، أننا بحاجة إلى أن نتابع تلك الأموال وما سرها حتى داخل السوق الموازي. لماذا؟ لأنه لا يخفى على الناس. ما هي الآلية؟ أنت سيد مسدور عندما تشير إلى كل هذه الأمور، نعم، هل من السهل القيام بذلك؟ لأن المراقبة من أصعب الأمور التي ربما نلاحظها، نعم، في مجال الاقتصاد، نعم، مراقبة وتتبع. شوفي أعطي لم نتحدث عنه من قبل، ما حدث في سوق سكوار في المرحلة السابقة من ضربة قوية للجهات الأمنية هو أن الجهات الأمنية وصلتها معلومات أن المافيا الروسية وصلت إلى سوق سكوار، معناه أن تجارة السلاح تمر عبر تجارة العملة، تجارة المخدرات تمر عبر تجارة العملة. يعني الإرهاب الذي يهدد كيان الأمة العربية والإسلامية وكل العالم يمر عبر تجارة العملة، وهذا ما دفعهم إلى إيجاد الحل المتعلق، نعم، بإيداع يعني والشراء أنه يكون عن طريق البنوك. هذا حل مبدئي، لكن عندما يكون الإيداع والشراء عن طريق البنوك لابد أن يكون حرا وليس مقيدا. الإنسان الذي يذهب إلى الخارج الآن، الناس رايحين للعمرة ولا رايحين للحج، طيب لما يروح يحول كم يعطونه؟ 135 أورو. طيب هل 135 أورو تكفيك لأداء العمرة ل15 يوم في العمرة؟ لا تكفي، لابد أن نتعلم بأننا كلما قيدنا كلما حاول الناس أن يبحثوا عن الحلول المدمرة لاقتصادنا. لابد أن يكونوا تحت أعيننا، نفتح السوق، نحن نتكلم عن اقتصاد حر،
فيكون اقتصادنا حر حتى على مستوى مبادرة العملة، حتى على مستوى التحويلات. أتعجب، العالم كله يحول إلى الداخل وإلى الخارج، نحن نحول فقط إلى الداخل ولا نحول إلى الخارج. فرضا هذا الابن اللي راه عايش في الخارج حبنا نبعث له أموال بالعملة الصعبة، هل يمكن أن يفعل ذلك؟ لا يمكنه أن يفعل ذلك. لماذا؟ لأنه لو كان تروح إلى البنوك 50% من العملة نتاعك راح تروح في التحويل، وبالتالي هذا التحويل، حرية حركة دخول وخروج رؤوس الأموال أمر أساسي في النقلة النوعية لأي اقتصاد كان. واضح سيد مسدور. إذا ننتقل إلى النقطة الأخرى ربما لديها علاقة بطريقة بأخرى بعملية التحويل. نعم. وهي الإي بانكين أو البنوك الإلكترونية. نعم. إذا في موسم العطل